هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، إن لم يكن أهم من الأول فمو لا يقل أهمية عن الأول، وهو أن الذي يقوم بهذه المسؤولية وهي الإمامة في الأمة، يعني الإمامة السياسية، يعني عبر عني السلطة ماذا؟ ها، السلطة التنفيذية. وانتم تعرفون يعني من أقول سلطة تنفيذية باصطلاحنا المعاصر واضح، يعني هم بها وزارة الدفاع، وهم بها وزارة شنو؟ الداخلية، وهم بها وزارة المالية، وهم بها وزارة الخارجية، وهم بها وزارة المخابرات، وهم بها عشرات الوزارات، يعني كل هذه الشؤون. نعم قد تتعقد وقد تكون ماذا، ولكن كلها موجودة، كل هذه الشؤون موجودة. هل أن من يقوم بهذا الدور هل يشترط أن يكون معصوما أو ماذا؟ أو لا يشترط؟ فإذا اشترطنا العصمة في من يقوم بهذا الدور، وهذه إشكالية معاصرة يوردوها علينا إخواني الأعزاء، ارجعوا إلى الكتابات المعاصرة إذا أردتم أن تعيشوا زمانكم، مو أن تعيشوا خارج تاريخنا، خارج عصرنا. الآن يطرح هذا التساؤل إخواني الأعزاء، وهو أن الحكومة والحاكم والإمام السياسي هل يشترط فيه العصمة أو لا يشترط؟ أجيبونا. فإن قلتم يشترط فيه العصمة، إذن بأي إذن أقمتم حكومة إسلامية في زمن ماذا؟ في زمن الغيبة. يوجد معصوم ولا يوجد الآن معصوم؟ لا يوجد. إذن أنتم خالفتم مبانيكم في مدرسة أهل البيت. وإن قلتم لا يشترط فيه العصمة، إذن لماذا تشكلون على شرعية خلافة الأول والثاني؟ نعم أشكل عليهم إذا ماذا؟ إذا لم يكونوا عدولا، لم يقوموا بمصلحة ماذا؟ الأمة. أما إذا قاموا بهذا، شرعية أكو أو لا توجد شرعية؟ توجد شرعية، لأنه لا يشترط في الحاكم أن يكون ماذا؟ أن يكون معصوم. ولعله يكون على ثقة. من أقوى الإشكالات الواردة على مسألة الإمامة السياسية هذا الإشكال. والآن يسجل هذا، ولا كان ذكرتكم بعد ذلك الإخوة يقولوا لي، أقول لهم يا كتابي راجعون، اللي كل إشكاليته منصب على ماذا؟ على هذا البحث.